يتواصل توافد زعماء العالم إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية يوم غد الاثنين. ووصل إلى المملكة المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن والإمبراطور الياباني ناروهيتو ورؤساء ووزراء كندا وأستراليا ونيوزيلندا. هذا وتستعد قوة الأمن في لندن لأكبر مهامها على الإطلاق لتأمين العاصمة قبل الجنازة الوطنية التي سيحضرها نحو 100 من رؤساء الدول والحكومات، بالإضافة إلى نحو 1 مليون شخص. ويعد تشييع جثمان الملكة الراحلة واحدا من بين أكبر الأنشطة على الإطلاق التي يشهدها تاريخ العمل الدبلوماسي للمملكة المتحدة. لإلقاء نظرة عنكثب تنضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب موفد تلفزيون دولة الكويت الزميلة فاطمة الكندري. فاطمة، بعد التحية أطلعينا على أبرز الاستعدادات من حولك. نعم صباح، أهلا بك معنا. نحن نقف حاليا عند ويلينغتون آرش، وهو المكان الذي سينتهي فيه نقل جثمان الملكة الراحلة الملكة إليزابيث الثانية استعدادا لنقلها إلى القلعة، حيث سيتم دفنها إلى جانب زوجها الراحل الملك فيليب. طبعا هو اليوم الرابع ولا زال قصر ويستمنستر يستقبل جموع وحشود الجماهير المتوافدين لتقديم واجب العزاء وتقديم احترامهم وتقديرهم لجلالة الملكة الراحلة وكل عمرها الذي قضته وأمضته في خدمة الملكة البريطانية. كذلك تقدم عدد من قادة الدول العالم إلى القصر ويستمنستر وقدموا بالفعل تعازيهم واحترامهم وتقديرهم لجلالة الملكة الراحلة. نعم فاطمة، يصل اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية. طبعا كل هذا له دلالات، فما هي دلالات هذه الزيارة فاطمة؟ نعم صباحي، زيارة جدا مهمة وتعكس دلالات قوية وواضحة على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وبين الشعبين الصديقين. هي ليست مجرد مشاركة تعازي، هي تذهب إلى أعمق من ذلك، فهي تعبير عن مدى حب قيادة وشعب دولة الكويت وامتنانهم للملكة الراحلة ودورها البارز في ترسيخ هذه العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين. نعم موفد تلفزيون دولة الكويت الزميلة فاطمة الكندري، شكرا جزيلا لك.